الحلقة العاشرة من تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة النازعات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما المعاني الرئيسية لسورة النازعات؟ سورة النازعات لها موضوعان. الموضوع الأول مشكلة سيتعرض لها كل إنسان، وهو لحظات ملائكة الموت والحساب وشبهة والرد عليها. يبقى يقسم الله تعالى ملائكة الموت على أن الحساب قادم، وهذا سيحدث يوما نفختين ورعب القلوب والأبصار، ثم شبهة ورد عليها. ده الموضوع الأولاني من الصورة. الموضوع الثاني للنجاة من تلك المشكلة بإصلاح عبودية القلوب بتحقيق ثلاث أهداف: الخوف، إصلاح القلوب بالخوف، وإصلاح القلوب بالحب والرجاء، وإصلاح القلوب بإصلاح العقيدة. طب إصلاح القلوب بالخوف إيه الوسائل بتاعته؟ هنا في الصورة جاب قصص الهالكين وأدلة البعث والنشور الثلاثة ومشهد الحساب. طب كيف أصلح القلوب بالحب والرجاء؟ هنا في الصورة أتكلم عن مشهد النعيم. طب كيف أصلح العقيدة؟ هنا في الصورة قرر أن النبي لا يعرف الساعة. يبقى ديت التلات أهداف اللي الصورة عملته، وهو دوت الأهداف العادية جدا اللي بيصلح بها القرآن القلوب. نبدأ بالموضوع الأول، المشكلة التي سيتعرض لها الإنسان. يقسم الله تعالى بالنازعات، وهي ملائكة العذاب، وهي تنزع روح الإنسان العاصي، لأن روح الإنسان العاصي تتفرق في جسده إذا رأت ملائكة الموت. طب الملائكة دي بتعمل إيه؟ بتضرب الميت الذي لا يريد أن يخرج روحه، وتنزع روحه كالشوك من الصوف المبلول، فيتألم العاصي غاية الألم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طب ما معنى والناشطات نشطة؟ يبقى النزعات غرق معناها يقسم الله بملائكة التي تنزع أرواح العصاة حال كونها استغرقت في النزع، فتألم الفاجر والعاصي أشد الألم. طيب تاني حاجة بيقسم بها ربنا والناشطات نشطة، أي يقسم بملائكة الرحمة التي تنشط أرواح المؤمنين الصالحين نشطا، أي تسلها برفق، لأن روح المؤمن تخرج مثل قطرة الماء من في السقاء. طيب والسابحات سبحة، أي يقسم بالملائكة التي تجوب أفاق السماء، فالنازعات والناشطات الاثنين بيجوبوا يسبحون إلى الله بالأرواح، كما قال تعالى: كل في فلك يسبحون. وقال ابن مسعود: هي الملائكة تسبح بأرواح الناس وأعمالهم إلى السماء. طب بعد ما تسبح إلى السماء بتاخد أوامر، ده في الجنة وده في النار، بتعمل إيه؟ فالسابقات سبقة. وجود حرف الباء بعد السابحات يدل على إن السابحات هي التي تتسابق بأرواح المؤمنين إلى حيث قرر الله تعالى. ربنا أمر بها في النار يدخلوها النار، ربنا أمر بالجنة يدخلوها الجنة. طب وبعدين؟ فالمدبرات أمره، يعني تدبر أمر من تركهم الميت، وتدبر أمر الناس والمطر والرياح والأرزاق. طب جواب القسم هنا إيه؟ الحساب قادم. الدليل قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب ايه بقى النجاة؟ ايه متى سيحدث هذا البعث والحساب؟ يحدث يوم ترجف الراجفة، اللي هي النفخة الاولى، ويتسمى راجفة على اعتبار اولها، لان النفخة الاولى في بدايتها بترجف الناس، واول من يسمعها رجل يلوط حوض ابله، ثم تسمى الصاعقة لأن في آخرها صعق لكل البشر الموجودين. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض.
طيب تتبعها الرادفة بعدها بأربعين، ما نعرفش أربعين عند إيه، تتبعها الرادفة تأتي النفخة الأولى ليحيى الناس من قبورهم. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب إيه اللي يحصل للناس يوميها؟ قلوب يومئذ واجفة، يعني قلوب يومئذ خائفة قلقة بمعاصيهم. طب ما معنى أبصارها خاشعة؟ أي أبصار أهلها ذليلة باكية لرعبهم. طيب شبهة بقى ورد عليه، الناس اللي سمعت الكلام ده عندها شبهة، بيقولوا إيه؟ أئنا لمردودون في الحافرة. يقول المعترضون أئنا لمردودون، يعني لمحيون مرة أخرى ونحن في الحافرة وإحنا في الحفرة بتاعت القبر. وكلمة يقولون دي تدل على تجدد هذا الحديث وحصوله منهم مرة بعد مرة. أإذا كنا عظاما نخرة، لو كنا عظاما نخرة أي بعد أن تمزقنا وأصبحنا عظاما نخرة أي بالية مفتتة، تلك إذا كرة خاسرة. لو حصلت إحنا كده كرة، يعني الكرة يعني رجعة وعودة خاسرة. قال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني على الأرض. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. طيب نتكلم بعد كده على الموضوع التاني. إيه الموضوع التاني؟ كيف ننجو من تلك المصيبة وتلك المشكلة؟ بإصلاح عبودية القلوب بتحقيق ثلاث أهداف: هدف الخوف، هدف المحبة، إصلاح العقيدة. طب الخوف عن حقه ازاي؟ بخمس وسائل. اول حاجة قصة العصاة، وبعدين ادلة البعث والنشور الثلاثة، وبعد كده الموقف الحساب. نبدأ بقصة العصاة. اول بيحكي لنا ربنا قصة رجل عاصي، في النهاية ربنا اهلكه شأشد اهلك. هل اتاك حديث موسى؟ اي استفهام للتشويق لخبر موسى بن عمران، والمعنى هل جاءك خبر موسى؟ إذ ناداه بالوادي ربه بالوادي المقدس طوى. إذ الوادي المقدس طوى، اسم الوادي المقدس طوى. يبقى هل عرفت نبأ موسى حين كلمه الله نداء في الوادي المقدس المطهر، وهو الوادي المقدس وهو البقعة المباركة وبه جبل الطور؟ طوى ده اسم الوادي. طيب ما معنى اذهب إلى فرعون إنه طغى؟ أي ناداه أن اذهب إلى فرعون مصر إنه قد تجاوز الحد في العدوان والتكبر. ما معنى فقل هل لك إلى أن تزكى؟ أي فقل هل أعطي لك هدية؟ هل لك إلى، يعني هل أعطي لك هدية؟ طب إيه معنى أن تزكى؟ أي تسلم، تسلم فتطهر من رجس الشرك والكفر. طب ما معنى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أهديك إلى ربك يعني أدلك وأرشدك إلى الطريق الموصل لمن ملكك بربوبيته، فيخضع قلبك ويلين ويخاف فلا تحصل الخشية إلا بعد معرفة. شرط المعرفة لحصول الخوف من الله تعالى. فأراه الآية الكبرى، فأظهر موسى عليه السلام لفرعون العصا واليد وعلامة واضحة على نبوته وصدقه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.